مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، وان شاء الله كامل تكونوا بخير. واللي ما راهش بخير نقول له بقى معايا في برنامج بس اون وان شاء الله تولي بخير. وكما راكم تشوفوا اليوم راني وحدي، رميسة ما راهيش معايا باسكو راهي مريضه، ونطلب منكم تدعوا لها بالشفاء العاجل وترجع لنا بالسلامه. بداية مشاهدينا مع خبر محزن، وهو وفاة الإعلامي وائل إبراشي عن عمر يناهز 58 سنة، وذلك بعد صراع طويل مع فيروس كورونا. كذلك وفاة الممثلة المصرية مها أبو عوف عن عمر يناهز 65 سنة. من هنا مشاهدينا نعزي الشعب المصري ونقول إن لله وإنا إليه راجعون. ومن الأخبار المحزنة مشاهدينا نديكم شوية الإصدارات الفنية الجزائرية. وانشدتنا الشاب رضا الأغنية جديدة بالتعاون مع الموسيقي ربيع ليكاستر، وكان عنوان الأغنية Thank you بالماضي، وهذا تشجيعا للمنتخب الوطني. نروحوا مشاهدينا نسمعوا مقطع من الأغنية ونقول لكم ونبقوا في نفس الموضوع لكن مع محملان. وشنا هو الآخر؟ طلق غنية جديدة بعنوان بلادي أولى، وهذا كذلك لتشجيع المنتخب الوطني. روحوا مشاهدينا نسمعوا مقطع منها ونعاود نرجع لكم. نشرت محبوبة الجماهير سهيلة بلشاب تيزر غنيتها الجديدة، وهي عبارة عن دويتو يجمعها مع المغني محمد بلشنت. روحوا نشوفوا مقطع من التيزر وراجعين. وبالإصدارات الجزائرية مشاهدينا نروحوا شوية الإصدارات العربية. وشتنا صاحبة الصوت الجميل اليمنية بلقيس نشرت كواليس تصوير غنيتها الجديدة صابرة. روحوا نشوفوا كيفاش كانت أجواء التصوير ونعود نقولها. عندك يا ربي يلا صور يلا شد لا 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 يلا اذا هكذا كانت اجواء تصوير الاغنيه، ونروحوا نسمعوا مقطع من الاغنيه ونعاودوا نرجعوا لكم. راني عذبني شوق قلبي بعدك محروق. أصالة نصري الفنانة السورية هي الأخرى طلقت أغنيتين جدد، واحدة بعنوان أنا داخل الله والثانية لا تشكل الناس. وأنا اخترت لكم أغنية أنا داخل الله، واللي كانت من إنتاج شركة روتانا كأغنية الأسبوع العربية. روحوا نستمتعوا بها مشاهدينا ولا نعاودها. إذن مشاهدينا هذه كانت حوصلة في سيليبريتي نيوز. نفوتوا الفقرة الثانية، طلع على الميديا. والبداية مع الوجه الخفي أم والد، واللي قدرت توصل إلى 10 مليون متابع على منصة اليوتيوب، وقدرت تحصل على الدرع الماسي، وبهذا تكون أول امرأة جزائرية تحصلت على هذا الدرع، فنقول لها ألف مبروك. نروحوا شويه للفنانين الاسيويين، ومع الفرقه المشهوره وخاصه العضوه المشهوره في الفرقه هي ليزا بلاك بينك، اللي قدرت تتحطم الرقم قياسي ويصبح البومها عفوا اكثر استماعا على منصه سبوتيفاي، وهذا ما صنفته مجله فوربيس العالميه. انتشر خبر انه امريكا رفضت منح ملكه جمال بريطانيا تاشيره الدخول بسبب اصولها العربيه. روحوا شويه مشاهدينا البرامج الهوات، وين شفنا ممثله الجزائر الوحيده وفاء بن رجاء تتاهل للربع النهائي في برنامج ذا فويس بنسخته التركيه. روحوا نشوفوا كيفاش كان ادائها في الربع النهائي وراجعين. انتشر فيديو لرحمة رياض عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان غريب شويه وكان مصنوع من الورق. روحوا نشوفوا كيفاش كان الديزاين تاعو ونعاود نقولوا.
وكذلك انتشر فيديو لنوميديا للزول وهي ترقص رقص نايلي وعلى ايقاعات نايليه. روحوا نشوفوا اذا قدرت ترقص نيشان نايلي ولا لا. وراجي نروحوا مشاهدينا نهضروا شويه على الاعلاميين الجزائريين. وشتنا الاعلامي الجزائري اللي عرفناه في نشره الثامنه خالد خلفاوي قدر يلتحق بقناه العربي القطريه، ونقول له بالتوفيق في مسيرتك الاعلاميه. انتشر فيديو طريف للفنانه منى الحدلي وهي ماسكه البندقيه وتحاول تتعلم كيفاش تطلق البارود. روحوا مشاهدينا نشوفوا اسكو توفقت في هذا الشيء ولا لا. نعود نهضروا شويه مشاهدينا على الاغاني. وشتنا اغنيه الغزاله ريامي فيلم زيكو قدرت تتلقى رواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعادوها بزاف من الناس والفنانين. روحوا نشوفوا هذه العائله كيفاش قدرت تخدم لا فيرسيون تاعها، ونعاود لكم مع خبر واحد اخر. الغزاله ريا ده الناس الحلوه يا سيدي يا جمال ومال والضغط كتير عليه. بحضور عمرو دياب ومفاجأة من الأصدقاء احتفلت روان حسين بعيد ميلادها 25. روحوا مع بعض نشوفوا كيفاش كانت أجواء الاحتفال. بما انه اليوم للاسف ما كانش معنا مواهب، حبيت انا نسمعكم صوتي المتواضع وان شاء الله يعجبكم. You better think, take it back what trying to do to me, think. Like my good luck still is free. Let's go back, let's go back, let's go way back, way back. اذا مشاهدينا هذا كان صوتي، ان شاء الله يكون عجبكم. ونمروا معاكم الفقره رسائلكم، وين وصلتنا رساله من عند نبيله من وارون بالضبط حي مارافال اللي تقول نقدم ديديكاس لافامي حفان اللي كانوا معايا في غبينتي توجور، وحنا نقولوا ان شاء الله يفك غبينات كل مسلم. ورساله واحده اخرى وصلونا الصور للصغيره ياسمين لونيس من وهران بمناسبه عيد ميلادها، يتمنى لها برنامج بس انوان عيد ميلاد سعيد. رسالة أخرى من عند عبدو من تيزي وزو هو متابع وفي للبرنامج، وين يقول ربي يخلي لي ميمتي وتحية ميمتي وتحية خاصة لجود والعالمية ولا شارمونت رميسة. وصلونا صور أخرى مشاهدينا من وهران وبالضبط من الحي الشعبي الحمري للطفلين الجميلين حمزة مهدي واختهم شيماء. ورسالة أخرى من عندي أنا لديديكا صاحبي السيدو العوفي، نقول له ربي يشافيك إن شاء الله. رسالة من عند المعروفة باسم أمي من ولاية البوليدة لريتا جو كوتر وآية بمناسبة يناير وتقول لهم أسقا سمقاس. ورسالة من عند عبلة نوال من بوفاريك تقدم إهداء لكل عائلة والأحباب وبالأخص الأطفال والنانو واختها وصونيا واختها والآنيا وسيرينا، وتقدم لهم تحية وتقول لهم أسقا سمقاس. وكذلك تقول إهداء خاص لرميسة زميلتي مقدمة برنامج بس أنوان وتقولها ربي يشافيك، وحنا تاني نطلبوا لها بالشفاء العاجل. رسالة الأخيرة من عند إيهاب يقول فيها بقلوب ملؤها الأسى نعزي أنفسنا وأهل الفقيد بوفاة ابن خالتي وأخي شهيد الواجب أسامة بوشاعلة صاحب القلب الطيب والابتسامة الله يرحمه، ويسكن فسيح جنانه ويلهم أهله الصبر والسلوان، والعزاء موصول لأسرته الكريمة فإن لله وإن إليه راجعون. إذا مشاهدينا كانت هذه حلقة تاع اليوم، إن شاء الله كنا خفيف ظرف عليكم وتكون عجبتكم الحلقة. انتظرونا في العدد القادم مع ضيف مميز إن شاء الله. سلام.